عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والعائلة خلال زيارته لولاية ميلا جلسة مغلقة مع رؤساء الأحياء وممثلي المتضررين والمناضلين المحليين، إضافة إلى السلطات المحلية، أين أكد أنه لا توجد أي إصابة بعد هذا الزلزال. سفيان بو. الحمد لله لم نسجل أي ضحية، لأن حياة الإنسان ما تسواش أمام مبنى أو أمام كذا أو كذا، والحمد لله كذلك لم نسجل أي جريح، عاينا مع بعض الأضرار، ولكن نحن لسنا بتقنيين، التقنيين راهم يشتغلوا، بدأت الحوصلة الأولية تلحق، ولكن أنا نفضل أن العمل يكون عمل مكمل وعمل دقيق منزل بمنزل.